وهذه سيدة تقول: لا يوجد في منطقتنا طبيبة أمراض نساء، وإذا وجدت فلا نثق في علمها، ونضطر إلى الذهاب لدكتور أمراض نساء ليتولى علاجنا وتوليدنا، كما يوجد عندنا في الحي أشهر وأمهر طبيب أمراض نساء وتوليد ولكنه غير مسلم، وتقبل الكثيرات من النساء عليه لعلمه ومهارته، فما رأي الدين في ذلك؟ من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسمها لرجل أجنبي فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك، وبالتالي لا يجوز اللمس بدون حائل. أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك، فلا مانع من النظر واللمس مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء. جاء في كتاب الإقناع في شرح متن أبي شجاع للشيخ الخطيب في فقه الشافعية أن النظر للمداوات يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداوات المرأة والعكس، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. ويشترط عدم وجود امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، أي علاج امرأة، والعكس أي عدم وجود رجل يعالج الرجل، كما صححه كما في زيارة الروضة، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم. وقياسه ألا تكون المعالجة كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح. ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ورجلا مسلما، فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة أي شغل بخلاف الرجل. وقيد في الكافي الطبيب بالأمين، فلا يعدد إلى غيره مع وجوده. ثم قال: وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة. وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة أي الداية إلى فرج التي تولدها. ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة. وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكد الحاجة، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا. وفي السوأتين مزيد التأكد، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة. هذا كلام بأسلوب مركز يحتاج إلى توضيح بأسلوب سهل، وذلك ممكن لبعض الناس. وفي حاشية عوض على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة وإلا فلا. وجاء فيها رتب أحد العلماء المعالجة في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في علاج مسلمة، ثم صبي مسلم غير مراهق، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر،
ثم الممسوح أي الذي ليست له أعضاء ذكورة المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبي، ثم الكافر الأجنبي، والزوج مقدم على الكل. هذا ما جاء في حاشية عوض. يؤخذ من كل هذا أن العلاج بين الجنسين يكون عند عدم وجود الجنس المشابه وعند عدم كفاءته، وأن يكون بقدر الضرورة مع الاحتياط حتى لا تكون فتنة، واتفاق الدين له اعتباره إن